تفضلي. أنا زهري مسارو من عرعرة، أمي سليمان وعمري. سليمان اعتقلوا امبارح. أول شي ما بعرف أنا إشي عن الاعتقال بالمرة، روحت الساعة 9:30 وحكوا لي الولد 1 2 3، الساعة 12 بالليل 12:30 بالليل حكى معي حكير إنه 1 2 3 بدهم ياخذوه على الفيشن. عمري نزل يشوف أخوه المغرب بعد المغرب، بعد أذان المغرب أفطر في البيت ونزل يشوف شو مع أخوه. هجموا عليه ضربوه هناك عدة شرطيين في محطة عرون، يعني أسلوبهم بالمرة كان سيء لدرجة كبيرة، يعني ما توقعت إنه نوصل لهذا الوضع، كثير الإشي مخزي عار. وبتأمل ربنا يفك جميع الأسرى أسرهن. واللي كان بده يصير امبارح مش مصطفى، مصطفى واحد الله يرحمه، يعني لولا الناس صابت حالها ولا كان امبارح كان 50 شهيد على الأقل يعني. وإن شاء الله خير.